إسرائيل. كتير من الأمور اللي محتاجين نتكلم فيها ده يعني هنقشه مع حضراتكم ومع ضيوفنا. خليني أرحب بأستاذ محمد صلاح، المحلل السياسي وصانع المحتوى. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، مشرفنا دايما في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بك. ودكتور أشرف عكي، خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا بك يا دكتور أشرف. أهلا وسهلا، شكرا. طبعا حضرتك متابع كل هذه الامور واخبار كتيره وما بين السطور كمان. رايتك للمشهد ايه يا دكتور اشرف؟ يعني شايف الموضوع ماشي فين؟ هو مشهد تفاوضي بعد ان انهكت كل الاطراف وان تدخلت مصر بهذا المقترح الذكي والعملي والجدي والذي صمم ووضع من اجل ان لا يستطيع اي طرف من الاطراف ان يقول لا. هذا اولا. الجانب الاخر، المناخ الاقليمي والمناخ الدولي ورؤية المصالح في إطار المنطقة والعالم بما فيها مصالح الولايات المتحدة وحضورها وغيرها، إذن في هناك مناخ ما يهيئ الأجواء لنهاية هذه الحرب التدميرية. وهذا الجهد المصري الآن وفي هذه المرحلة من عمر الحرب لم يأتي من أجل يعني إدارة ملف تفاوضي بحيث يستطيع طرف أن يتغلب على الطرف الآخر أو أن ينتصر على الطرف الآخر أو أن يحقق كل شروطه على الطرف الآخر. إنه القضايا الجوهرية، القضايا الكبرى، القصة الاستراتيجية بما لها علاقة بإنهاء هذه الحرب، بإنهاء التوتر والتصعيد في المنطقة، هذا تصميم المقترح جاء ليحاكي كل تلك القضايا الكبرى التي تحتاجها المنطقة ويحتاجها العالم، وليس فقط ما تحتاجها غزة في إطار هذا النزاع وهذا الصراع وهذه الحرب. وبالتالي أعتقد أنا الأمريكي مضطر أن يتعامل مع تلك الرؤية ومع المتغيرات المهمة الحادثة في المنطقة. هذه المنطقة الآن تمتلك من العلاقات والتنسيق إنجاز التعبير أكثر، وهناك تنسيق عبر السداسية الرباعية، هناك مجموعة من القمم الإسلامية والعربية عبر القمم العربية الإسلامية المشتركة جسدت رؤية، وكل ذلك بني على القمة العالمية للسلام التي قادتها مصر في بداية المرحلة. أن هذه المنطقة لا يمكن لها أن تسمح لأي طرف كان أن يدخلها في أطول نزاع وصراع وحرب تدميرية شاملة، هذا غير مقبول، يؤثر بالضرورة على أمن واقتصاد ومستقبل العالم ومستقبل الأجيال في هذا الكون. ومن هنا أعتقد أن المرحلة الآن مرحلة تفاوضية وصلت إلى مرحلة الصياغة فقط لا أكثر ولا أقل، يعني وبغض النظر عن التفاصيل ودعيني أقول هالجزئية. وأعتقد أن أن حماس ستقبل بالضرورة المرحلة الأولى والشق الأول من الاتفاق، وهذا منطقي وهذا يلبي بالضرورة مصالح مصر ودور مصر الكبير والعظيم ودور كل الوسطاء واستجابة يعني لأهم مسألة هي أن لا يستطيع لا الغرب من جهة ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تحميل حماس أو الطرف الفلسطيني مسؤولية فشل هذه المفاوضات أو إضعاف الموقف في المنطقة. طيب حضرتك قلت لي جزئيتين عايزه اقف قدامه، انه من الاساس ما فيش انتصار اتحقق سواء من حماس او من اسرائيل. طيب مستقبلا هل من يعني حماس تامل ان يكون في انتصار، اسرائيل تامل ان يكون في انتصار، ولا مصلحه الطرفين ان احنا نعمل وقفه عند المرحله دي اللي بعدها الطرفين هيكونوا خاسرين بشكل اكبر؟ يعني وضح لي الجزئيه دي. نعم، هذه المرحله نعم الطرفين انهكا كما قلت ويحتاجا بالضروره الى هذه الوقفه، وليس هم فقط. واعتقد دعيني اقول بتحليل متواضع، اليوم ليس اللاعبين حماس واسرائيل. اليوم الأطراف الإقليمية والدولية تقول قولها وتحدث فعلها وفي هناك تدخل جدي لإنهاء هذه الحرب. لا منتصر في هذه الحرب إنجاز التعبير، ومفهوم الانتصار مختلف. حتى الإسرائيلي يعني المعارضة الإسرائيلية، لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية وصل رسالة للإسرائيلي خلال الفترة الماضية بسردية جديدة أن مفهوم النصر ليس الذي وصفه نتنياهو بالوصول إلى رفح، وأن أولويات الحرب هي هذه الوقفة والأسرى، وأن الفاشل والذي أفشل المنطقة وأفشل إسرائيل هو نتنياهو والمنظومة الأمنية والسياسية التي كانت تحكم إسرائيل يوم السابع من
أكتوبر. إذن بدأت سردية جديدة حتى في إسرائيل بالضرورة تتعارض وتختلف وتصيغ رؤيتها. بس مش من مصلحة نتنياهو أو المتطرفين اللي معاه إنهاء الحرب، إنه لغاية النهاردة بيقولوا حتى لو وصلنا الهدنة هندخل ونجتاح رفح. الخوف من محاسبة نتنياهو واللي معاه مستقبل سياسي انتهى، فبالتالي برضو بتتحسب إزاي؟ هذا الان دعيني اقول بشكل واضح، انا احسب لك اياها يعني هذه هي بالتحديد قراتها منيح، لانه كانت سؤال يعني سؤال صعب، سؤال المليون. الدوله العميقه في اسرائيل والدوله العميقه في الولايات المتحده وكما الولايات المتحده الدوله العميقه وحدت الحزبين في موضوع حزمه المساعدات لاوكرانيا وتايوان واسرائيل، تمام صحيح، رغم ذلك الاختلاف في ساعه هنا الدوله العميقه في اسرائيل والولايات المتحده لا تريد أن تضر إضرارا استراتيجيا بإسرائيل على طريقة التغيير المفترض في السياسة أو في الحكومة الإسرائيلية بطريقة غير ديمقراطية صدامية، بما يضعف المشروع الأمريكي اللي هو إسرائيل في المنطقة، بما يظهر إسرائيل بحالة من الضعف والهشاشة. تريد أن تهيئ الأجواء، بمعنى ذلك السياق الإقليمي الآن الذي يجري بجهد سياسي دبلوماسي مصري وبضغط أمريكي ما، هذا الضغط الأمريكي يأتي بأدوات وبرسائل مختلفة وسائل مختلفة على إسرائيل. الدولة العميقة في إسرائيل يعني مشان أكون واضح أكثر، فلنقرأ ونتابع الإعلام الإسرائيلي، أنا بوثقش فيه، ولكن كبرى الكتاب والمحللين السياسيين والعسكريين والجنرالات السابقين يتحدثوا عن وقع الكارثة والمأساة التي تعيشها إسرائيل، وأنه لابد من إحداث ذلك التغيير، ولكن لا يريد أن يصلوا إلى شارع مقابل شارع أو على طريقة الانقلابات، يعني الانقلابات العسكرية، وإن في هناك شكل من أشكال التمرد والإنذار شبه النهائي لنتنياهو ولحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. وأعتقد أن ما يحدث في موضوع الجنائية الدولية رسالة وذلك يعني في هناك مجموعة من المؤشرات لا تحضرني في هذه اللحظة تدل وبشكل واضح أن في هناك مجموعة من المعطيات تريد إحداث تغيير هادئ في إسرائيل، وعبر تلك الوقفة المطلوبة نتنياهو انتهت، واليمين المتطرف في مشروعه المختلف في المنطقة أو في إسرائيل انتهى إلى غير رجعة، بوقفة أو بدون وقفة، برفح أو بدون رفح. مع السلامة. يعني نعم طبعا أستاذ محمد، يعني المشهد بمعطياته